بعد ما اكلنا واعطيناك معلومات اكثر عن التراث. اتوقع يا وقت التحدي. شو اكلنا يا زلمه؟ انا حاسس حالي انفجر انفجر من كثر ما اكلت. احس ياك نوم انت. مو بعد الاكل. اعذار الخسرانين. لا مش اعذار، بعد الاكل هلا راح لازم. شوف انت قلت لي ان عندك علاقه جميله مع سيارتك وهي اول سياره جبتها. يعني انت محب لعالم السيارات جدا كثير. لك في الفورمولا والسرعه، ولا انت السياره بس تسوق فيها من النقطه A ل B؟ لا بسوق من النقطه A ل B بس مش يعني ما بحبش اعمل اللي بحبش انا شعرت بقولوا عنها. احنا حديثنا عن السيارات، لكن انت قلت كلمه هذه اثبتت خسارتك في التحدي. ليه؟ انت قلت انا ما احب السرعه والحركات في السيارات. ما احب بس اعملها. يعني تعملها؟ لا يعني انا أوكي. في تحدي سيارات. تحدي سيارات لك في الكارتينج؟ انا جاهز ليه في الكارتينج. معناته التحدي يا جماعه راح يكون على مستوى عالي. يلا نشوف مين راح يكسب. ايوه برد على نفسك، برد على نفسك. لانك هناك بتسخن في وقت الخساره. نشوف. استمتع بالدرب لين نوصل. وهذه هي يا طنوس الفجيرة مول. تفضل. يلا نورت الفجيرة مول يا اياد حبيب القلب. نصعد فوق. يلا نروح لمكان التحدي، ومن هنا سيبدا التحدي. والسيد يا طنوس راح. انا ربحان. انا 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 انت خسران. لا بدا التوتر الواضح، الريال هذا متوتر. اشوف بدي اتحرك. مكيف يا اخوي. قول استسلم. لا انت اللي استسلم، انا ما استسلم. ايوه شوف طول بعمرك المضمار على يمينك، هذا هو المضمار اللي راح نخوض فيه. هون انت راح تدي، هون انت راح تخسر. سيارتين راح نلعب ونلعب ونلعب وبنشوف من بيغلب الثاني. هون راح تخسر. امشي 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 احنا من دخلنا هالمكان انت قلت لي بس كلمتين. دقت ساعة الخطر. وصلنا لأرض الميدان، وصلنا لأرض التحدي في هذا المكان اللي الصغير الكبير كل شخص يقدر يستمتع في هذا المكان، وفي نفس الوقت هذا المكان يعتبر لعبة مصغرة للفورمولا. فإذا أنت حسيت نفسك أنك أنت لعيب وعندك قدرات في السواقة بدون ما تدعم، معناته أنت لك مستقبل في سواقة السيارة. مش سيارتك الحمراء هذيك، لا بل إنما في عالم السرعة. يلا بس يلا. انا غلبك اليوم والله. ما والله 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 انا خسران. زين شوفها من الحين، انا بعطيك السياره السريعه. يلا مني لك. يعني انت سياره بطيئه بخليك تختار السياره اللي تبغاها. يلا يلا شرف. طبعا يا اخوان التحدي راح يكون كالاتي، انا واياد راح نتحدى لمده 10 دقائق. اللي فينا يخلص لفات اكثر بيكون الفايز. ممكن نكون قريبين عن بعض، ممكن يسبقني بلفة، ممكن أسبقه بلفة. فالحين بنبدأ التحدي. تفضل إياد. إياد أيوة. جاهز؟ جاهز. 3 2 1. وين يا معلم؟ الحق. عطى جدومي وغلبه. تعال شوف تعال. العب با 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 با. استنى هاي. استنى يا علي. الموضوع تحت السيطرة. الموضوع اياد اترياك ولا كيف؟ اترياك اترياك بيتأخر. اياد وينك؟ انتهى السيارة الخربانية؟ انتهى انتهى. اقولكم الريال هذا بيكسر المضمار. ليه متوقف؟ ليه متوقف بس السيارة؟ من السواقة فن واخلاق. هو اخلاقه حاليا صعبة لاني انا فايز. السواقة فن واخلاق. علي استنى يا علي. اللعبة سهلة. كلامي هو غلبني مش عارف شو السيارة. السيارة خربانة يا السيارة. ضحكتوا علي ضحكتوا علي. الموضوع تحت السيطرة. تعال يلا جايك لفة كاملة. ثبتنا لفة كاملة. ايوه وينك يا علي وينك يا علي وينك يا علي وينك يا علي. الحق 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 الحق
اخر لفه. وين لفه كامله عليك؟ وين لفه كامله عليك؟ تا 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 الموضوع. ولا يهمك يا علي ولا ياس يا قنوت. صفر علي الخاجة، واحد. والله اني بغش ما قدر. فرق لفتين بيني وبينك. مهارتك في الغناء والكلام افضل بمليون مره من سواقتك للسيارة. انا اول تحدي، اول تحدي بعد. وعطيتك سياره الحمراء على فكره. سيارتك اسرع، سياره مش منيحه. لا 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 لا، نبدل السيارات. انا خليتك انت تختار على فكره. بس شوفوا يا اخوان، هذه معلومه جدا ضروريه لازم تعرفونها. طبعا اي واحد بيمارس هذا النشاط اللي هو الكارتينج لازم يكون متبع جميع اجراءات الصحه والامان والسلام، واللي هي تتطلب ان الواحد لازم يلبس الهلمت اللي مثل ما انتم شايفينه. طبعا كل شخص ثانك يو فيري ماتش لازم يكون لابس هذا الهلمت. لكن انتم عارفين ان احنا قاعدين نصور وقاعدين نتحدى فيما بيننا، والحمد لله الفريق المختص كامل متواجد في هذا اللوكيشن من اجل سلامتي ومن اجل سلامه اخونا المميز والمبدع اياد اللي خسر قدامي. فالحين احنا نقدر نقول علي واحد اياد صفر.